السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. يوم نحضر أقراص البطاطس أو معقودات البطاطا بشكل جديد، كتجي لذيذة ورائعة. في التحضير جد بسيطة وسريعة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، انخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 3 الحبات تاع بطاطا كبار، تقريبا 500 حتى 600 غرام. انا هنايا 8 غرام تاع لدان فيمي، اللي متوفر عنده اللي ما متوفر عنده يمكن ما يديروش. هنا بصله مقطعه على هذا الشكل، بصله واحده صغيره. انا جوج معالق كبار تاع قزوم العنب، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه صغيره الملح حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال الثومه بودره هذا الشكل، نص معلقه نتاع تحميره اي فلفل حلو، نص معلقه صغيره بيضه واحده. عندنا شابلو، بالنسبه لهذا الشابلو اما كنصيبوه في الدار اما كنشريوه جاهز. كناخذوا الخبز كنحمصوا وكنطحنوا حتى يصبح لنا على هذا الشكل. بسم الله. كناخذوا هذا المقلاه كنصبوا فيها شويه ديال الزيت، من بعد كنديروا هذه البصله. كنتوقع هذه البصله حتى تدبل لينا مزيان. بعد ما درنا البصله كنديروا شويه الملحه اي شويه ما كنكثوش، وكنتركوا هذه البصله حتى تدبل لينا مزيان. بسم الله. بعد ما تحمرت البصله صبحت على هذا الشكل، الان كنطفي على النار. بسم الله. بعد ما سلقنا البطاطا ونقيناها الان كنحاولوا نعصوها. بسم الله. بسم الله. بعد ما معصنا البطاطا كناخذوا هذه البصله اللي سبقينا شحرناها بهذا الشكل، تديروا قزبر ومعدنوس فلفله حلوه اي تحميره، نص معلقه ديال الابزار صغيره دائما حسب الذوق، كنديروا البصله بودره، اللي ما عندوش بودره يمكن يدير واحد الدريزي واحد ويحكو ويبشرو يصبح على هذا الشكل. كنديروا هنايا البيضه واحده، لدان فيمي كما سبق قلت لكم اللي ما متوفرش عنده يمكن ما يديروش، يمكن يدير الطاقي تاع الدجاج. هنا بالنسبه لهذا الفرماج هنا تقريبا هنا شي 3 المعالق، جوج معالق 3 المعالق كبار ديال الفرماج، يمكن نديرو حتى الفرماج العادي. هنايا بعد ما نمزج هاد المكونات مزيان على هذا الشكل، وكنديرو واحد شويه ديال الملح، ما كنكثروش الملح بزاف لان البطاطا راه سلقناها بالملح. من بعد كنديرو واحد القرصه ديال الملح، ما كنكثروش الملح لان الفرماج تيكون مالح. وكندير هنايا رشابلو، غادي في الاول جوج معالق ومن بعد حتى نشوف واش تجمعت لنا العجينه ولا ما تجمعت لينا. بالنسبه لي ما عندوش هاد لاشابلو يمكن ندير حتى الدقيق بدا يجمع العجينه بهذا الشكل. درت هنا جوج معالق كبار، يمكن نضيف بسم الله. بعد ما اجمل العجين تقريبا 3 المعالق كبار تاع لاشابلو تتكور لينا دائما لاشابلو حسب البطاطا اللي عندنا متوفر لنا. كنديروها على هذا الشكل، ما كنحاولوش نطلقوها بزاف باش ما تجيناش رقيوقه. هانتوما على هذا الشكل هاد الاقراص تاع البطاطا راه كيجيو رائعين، كيجيو لذات 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 بزاف بالنسبه حتى لوليداتنا. ناخذوهم في الكوتي وكنبقى مستمرين حتى نكملو الكل. بسم الله. كناخدو هاد المقلات كنديرو فيها الزيت، مكنكتوش الزيت بزاف غير شويه واحد شويه على هاد الشكل، وكنتركوها حتى تتسخو لينا مزيان، وكنبقاو نديرو هاد الأقراص نطيبوهم. لما سخنات الزيت كنحاولو نديرو هاد الأقراص. كنبقاو نقلبو حتى يطيبو من التحت وكنقلبوهم. بسم الله. بعد ما طابو من التحت الان كنحاولو نقلبوهم. انتما كتلاحظو كيجيو الشكل ديالهم، وكنبقاو نقلبو حتى يطيبو لينا من التحت.
بعد ما طابوا الاقراص تاع البطاطا كنحيدوهم انتما كيجيو محمرين كيجيو مداد بزاف وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الفرن. الشكل النهائي ديال الاقراص تاع البطاطا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين ولذاذ بزاف وبنان. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوهم وبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.